السلام عليكم يا جماعه. دلوقتي انا من جوه مع مريم المرشدي. دلوقتي انا عندي مشكله كتير. لا 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 دلوقتي انا من جوه مع مريم المرشدي يا جماعه. انا عايز اشتري شقه هنا بعيني 6 سنين. ست سنين انا دكتور صيدلي محترم اصلا اي حاجه. انا عميل هنا في مرشدي شاري بقالي ست سنين. الناس دي بتساومني على فلوسي على تعبي. تمام. انا متواصل مع استاذه نورا المرشدي وحقي هيرجع تمام. الباشا بيتهجم عليا في المقر بتاع المقر الرئيسي تمام. لما انا طالب كل طالبه حقوقه مش عارف اخدها تمام. يعني قدام الناس كلها بيتهجم عليا تمام. لما انا بقالي ست سنين قاعد منتظر الشقه بتاعتي وفي الاخر يعملوا كده تمام. يطلب مني ان انا مش عاجبك خد فلوسك وامشي. لا مش هاخد فلوسي ومش همشي وحقي هيوصلني تمام. ما دام هو بيجي يقول لي خد فلوسك وامشي ومش عاجبك امشي. لا انا مش عاجبني وحقي هيوصلني تمام. لان اللي بيحصل دوت ما يرضيش ربنا والكلام ده كله هيكون موجود على السوشيال ميديا. لما واحد يشتكي من هجومه وهو بيصور ومش بيتهجم عليا تمام. بيتهجم عليا الباشا المحترم استاذ عبد الرحمن عشماوي. عشماوي بيتهجم عليا في مقر الشركه الرئيسي المحترم تمام. هيجيب لي حقي بعد 6 سنين لما الناس سفينا التراب ونتحايل على دوت ونروح لدوت وننتظر دوت. انا هنا بعيني من قبل العيد باجي. هتيجي معايا ومش هتيجي معايا تمام. هتيجي معايا